أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. في المستهل البرلمان بغرفتيه مجتمعتين على موعد اليوم مع خطاب رئيس الجمهورية في تقليد جديد يؤسس لسياسة اتصال مع ممثلي الشعب لتقييم شفاف ونزيه لمسار البناء والإنجازات. التفاصيل مع أحمد خيرتي. هي المرة الأولى التي سيكون فيها نواب البرلمان بغرفتيه على موعد مع السيد رئيس الجمهورية في خطاب سنوي موجه للأمة حول الوضع العام في البلاد وحصيلة الإنجازات والمشاريع التي تحققت خلال السنوات الأربع من العهدة الانتخابية. بصراحته المعهودة سيتحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى نواب الشعب حول كل القضايا التي تخص الوطن والمواطن. هي سابقة في تاريخ الجزائر، وهذا ما يشير إلى التميز الاتصالي والتواصلي الذي يتميز به السيد الرئيس، بحيث قام بمبادرة لم يسبقه إليها أي رئيس من رؤساء الجزائر من قبل، وهذا يشير كذلك إلى بصمته وإلى إدراكه للعلاقة التي يجب أن تكون عليها العلاقة بين الشعب ومؤسساته الدستورية. الخطاب السنوي الذي ينم عن رغبة حقيقية في تكريس تقاليد ومعالم الجمهورية الديمقراطية الجزائرية يندرج في إطار تفعيل المادة 150 من الدستور، وما تفعيل هذه الآلية الدستورية حسب الخبراء إلا خطوة أخرى عن طريق إرساء دولة المؤسسات والفصل بين السلطات الثلاث. وبالتالي ننتظر السيد رئيس الجمهورية يقدم حصيلة على الأربع سنوات الماضية، ومن جهة أخرى يوضح الأهداف التي يرمي إليها ويرمي إلى تحقيقها وعلى كافة الأصعدة، سواء من ناحية السياسية أو من ناحية الاقتصادية أو من ناحية الاجتماعية. وكما نجح السيد الرئيس في كسر كل الحواجز بينه وبين الشعب، تبقى الطريقة الاستثنائية للاتصال التي تبناها في التواصل مع الجزائريين والجزائريات نقطة ارتكاز في بناء الجزائر الجديدة. وقع أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على قانون المالية لسنة 2024. مراسم التوقيع حضرها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول نذير العرباوي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بنيابة بعلام بعلام، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة. بعد ذلك أخذ السيد الرئيس صورة تذكارية مخلدة لهذا الحدث. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك. بعد افتتاح أشغال المجلس من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع إلى جدول الأعمال، تم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلة السادة الوزراء. أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية بخصوص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، وبعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف والذي يشمل 18 عملية تخص 7 قطاعات: الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة والسكن والشباب، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 29 مليار دينار ونصف مليار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.
أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا. بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ثمن السيد الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها، وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة. شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية وبشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة. أمر السيد الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل. بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفاء الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم والأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها بداية من شهر فبراير المقبل مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024. جدد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعيتهم من خلال قوانين خاصة. أكد السيد رئيس الجمهورية أن مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة هي مهن تؤطر المجتمع وذات أبعاد سامية، ليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية. ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة. قانون المالية لسنة 2024 يأتي في راهن اقتصادي عالمي متقلب تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بستين دولارا، ويتضمن عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها وإلغاء الرسم على النشاط المهني، إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية على ضوء ميزانية عامة هي الأضخم منذ الاستقلال، تقول وسيلة بوشهر. قانون المالية لسنة 2024 ضبط على وقع ميزانية فاقت 110 مليار دولار أمريكي، ولأول مرة يعتمد المشرع موازنة خاصة بالبرامج، كما حرص على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة برفع حجم التحويلات الاجتماعية لتبلغ 4000 مليار دينار جزائري، مثل الدعم الموجه للمواد الأساسية والواسعة الاستهلاك التي قاربت 650 مليار دينار جزائري. في الشق الاجتماعي دائما تواصل الحكومة في سياسة التوظيف وامتصاص البطالة، حيث سيتم استحداث 37 ألف منصب عمل ورفع التجميد عن الترقيات يشمل 280 ألف عامل في الوظيف العمومي. الدعم سيستمر أيضا للفئات الهشة والطبقة المتوسطة برفع منح البطالة، الطلبة، المتقاعدين، المرأة الماكثة في البيت وذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة لاحتياطي الصرف بالعملة الصعبة، يتوقع القانون ارتفاعا ليصل 73 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقدر ب20%، ليضمن واردات أكثر من 14 شهرا. الميزان التجاري سيسجل فائضا بين سنتي 2024 و2026 ليتجاوز 6 ملايير دولار. أما بالنسبة للسعر المرجعي للبرميل فقد حدد ب60 دولارا للبرميل.
إذن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني في الأخضر، كما أن قانون المالية جاء خاليا من الضرائب الجديدة مخففا بذلك الأعباء على المواطن. وعلى درب الوفاء بالعهد استكمل بناء دولة المؤسسات في الجزائر الجديدة، مسار كانت الأولوية فيه لدعم المواطن والاستماع لانشغالاته وإعادة ثقته الضائعة في مختلف الهيئات الوطنية من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل الحكمة والمساءلة والشفافية لمكافحة الفساد في تسيير المال العام. التفاصيل في هذه الورقة لنادي علمي. انتهينا من الشيء اللي توعدنا به دستوريا، والمؤسسات الدستورية أصبحت كلها إن شاء الله قائمة. مسار البناء المؤسساتي هذا باشره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ اعتلائه السلطة، حيث عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها صياغة دستور جديد، ما مكن لاحقا من بناء عدد من الهيئات الجديدة على شاكلة المحكمة الدستورية. وفي إطار الإصلاحات الكبرى الرامية إلى إرساء أسس دولة جديدة، تم إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية في منتصف فبراير 2020، تمكنت من إثبات وجودها ضمن النسيج المؤسساتي بشكل لافت من خلال التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وهمومهم، كما ظهر أثرها المباشر من خلال متابعتها ملف المشاريع الاستثمارية العالقة. مكنتنا باش ننقذ المؤسسه من الانهيار، باش ما نقولكش من الفلاس، لان بلا رخصه استثنائيه ما كناش قادرين نباشروا ولا نوسعوا في الانتاج تاعنا ولا في الشركه تاعنا. هذا الوسيط الجمهوري هو اللي يوصل الانشغالات تاع المواطنين للسلطات العليا او الوالي او الوزاره حتى يحل المشاكل تاع المواطنين. الوسيط سيتاتي دنجاجا لا باس، اكيد انت سير في الانشغالات العمومي والمواطن، والحمد لله. عندما تحدث عن وساطة الجمهورية نتحدث عن المؤسسة الربط للعلاقة المباشرة في رقابة رئيس الجمهورية على ممارسات العديد من المسؤولين في كيفية تعاطيهم مع مشاكل المواطن. وبديناميكية الإصلاحات العميقة ذاتها، تم استحداث المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية التي تعد من بين أهم التعهدات التي سعى السيد الرئيس لتحقيقها ميدانيا بهدف استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة والمواطن نتيجة التراكمات السابقة. هي آلية رقابية تضع عمل ونشاط المسؤولين تحت المجهر، تعزيزا للحكمة ولمحاربة الفساد ووضع حد لسياسة اللاعقاب. تعزيز الشفافية والمساءلة تدخل أيضا ضمن مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. هي هيئة رقابية بصلاحيات جديدة واسعة تعمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله وإضفاء الشفافية في إدارة المال العام، صلاحيات كرسها دستور 2020 مثل ما تعهد به رئيس الجمهورية ضمن الالتزام الرابع. كما شملت الالتزامات ضمان حصول كافة المواطنين على رعاية صحية نوعية، ومن هذا المنطلق تم استحداث الوكالة الوطنية للأمن الصحي. استحداث هذه الوكالة الخاصة بالأمن الصحي يجسد فعلا دولة المؤسسات من خلال الحرص على الاهتمام بالمواطن الذي يعتبر دائما في صلب الاهتمامات وعلى رأس الأولويات بالنسبة لبرنامج السيد الرئيس. وتجسيدا لتعهدات السيد الرئيس في مجال ترقية الحقوق والحريات، تم في صائفة سنة 2022 تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بغية حماية حقوق الأشخاص والحريات العامة وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة.
السلطة لحماية المعلومات الخاصة بالأشخاص، لأن هذه دائما تدخل كذلك في حقوق الإنسان، لأن المعلومات كلنا لدينا معلومات خاصة بنا وموجودة في داتا معينة، وبالتالي حسنا فعلت الجزائر في أنها تطمئن المواطنين على أن حياتهم الشخصية والمعلومات المتعلقة بهم هي في الحفظ والصون. تم تكويني في مجال مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على مختلف المنصات الرقمية التي اعتمدت عليها السلطة الوطنية في استقبال ومراقبة وتحضير الملفات، والهدف في النهاية هو حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اللي تدخل ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية. الاستثمار في مهارات مثل هؤلاء الشباب وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية دور مهم ومنوط بالمجلس الأعلى للشباب الذي استحدث إلى جانب المرصد الوطني كهيئات استشارية لدى رئيس الجمهورية للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف في المسائل التي تهم المواطن، وبإنشائهما تكون الجزائر قد استكملت مسار البناء المؤسساتي وتمكنت من كسب رهان الاستقرار السياسي. نجم نفتخر كل كما رانا مش القضية ما هي الشخصية نتاعي، أننا بدينا نبنو في دولة مؤسسات شرعية. في آخر تطورات الوضع في غزة، وفي مجزرة صهيونية مروعة استشهد أمس 70 فلسطينيا على الأقل في غارات صهيونية على مربع سكني مكتظ بمخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع. استهداف انجر عنه تدمير شبه كلي لعشرات المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما يجد من بقي حيا من المدنيين صعوبة كبيرة لانتشال ذويهم من تحت الأنقاض نظرا لاندلاع عدة حرائق بالمنازل المدمرة وانعدام أدنى وسائل الإنقاذ. وفي نفس التوقيت تقريبا أغارت طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية لخان يونس موقعة 18 شهيدا من عائلة واحدة جراء قصف منزلهم، كما ارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة. في هذه الأثناء حذرت الخارجية الفلسطينية من محاولة الكيان الصهيوني السيطرة على الآلية التنفيذية لقرار مجلس الأمن الأخير لإطالة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتهجيره. ومراسل التلفزيون الجزائري بغزة وسام أبو زيد رصد لنا الوضع الإنساني المأساوي بخان يونس بعد الاجتياح البري لقوات الاحتلال الصهيوني، اجتياح لم يزد الفلسطينيين إلا صمودا ومقاومة وتشبثا بالأرض. وبعد مرور 23 يوما على الاجتياح البري لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وصلنا إليها رغم المخاطر لنرصد حياة الناس وكم أثرت عليهم هذه التوغلات الإسرائيلية لأطراف المدينة خاصة على الحياة الإنسانية. كثافة سكانية رهيبة، كل المناطق اتجمعت في خان يونس، فتخيل أنت يمكن عندك فوق 1 مليون بن آدم هنا، أكثر من 1 مليون بن آدم في منطقة صغيرة جدا، فتخيل أنت الحالة، شوف يعني إيش بيكون الوضع. في ناس بتنام في الشوارع وفي ناس تحت السيارات وفي ناس بتنام يعني وضع سيء ما لا يطاق، يعني الأمان لا يطاق. آلاف النازحين الفلسطينيين تجمعوا في هذا الشارع الصغير بالقرب من مجمع ناصر الطبي بعد أن وصلوا إلى هنا على وقع القذائف الصاروخية ودبابات الاحتلال الإسرائيلية التي كانت متوغلة في أطراف المدينة. وحتى هذه الساعة ما زال الاحتلال يلاحقهم أينما وجدوا في وقت تنقطع فيه الاتصالات منذ 6 أيام على التوالي. كنت واحد من الناس، كنت واقف على باب المدرسة، نزل طاخ علي فيلم 16 لولا ستر الله في سيارة خبيت تحت العجل راحت فيه، يعني أي واحد بلاقيه بطخه وإن ما جاء فيه طاخ، يعني أقرب أبعد مشوار عليهم العقبال أصداء مدرسة الحناء وفي الهولندي غادة بيصل الطاخ وإن ما جاء فيش نقطة يمنة. قلوبنا كانت تجعنا كثير وما كناش نعرف ننام، والدب كان كثير والصوت تبع الدب يعني بنعرفش ننام، وكمان الوضع صعب، نسمع صوت الاشتباك نقوم وإحنا خايفين نفكر الدبابة وصلتنا. فهناك حالات مزرية وحالات قنص وقتل ميداني في الشوارع، هذا ما رصدناه عبر شهود عيان
لشاشة التلفزيون الجزائري. لما دخلت البلد بصراحة لقيت الشوارع كلها مكسرة، لقيت أشلاء، لقيت مصابين. أنا أقسم بالله عن نفسي أنا واحد بقول تعال ساعدني وما قدر أساعده، الطلقة جت مص راسه، طارت راسه. وعندما وصلنا رأينا بأن الإسعافات ما زالت تأتي بكثير من الجرحى والمصابين الفلسطينيين في ظل استمرار العدوان والاجتياح البري. يوجد شهيد فلسطيني في هذه السيارة، لا يمكن لأن تقوم سيارة الإسعاف أو الضباط الإسعاف بإنزاله إلى هذه قسم الاستقبال. كل المستشفيات الفلسطينية أينما تكون هناك احتلال وهناك إصابات وهناك شهداء فلسطينيين يأتون تباعا، سواء في خان يونس أو في رفح أو في الوسطى أو حتى مدينة غزة التي بالفعل خرجت أغلب مستشفياتها عن الخدمة. من داخل مجمع ناصر الطبي من مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. بالمغرب خرج الأحرار والمناهضون لسياسة نظام المخزن المطبعة في مسيرة حاشدة لتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع أمرا وليس طوعا. خليت وتي. أمام بشاعة المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين بغزة ومضي نظام المخزن المغربي في تطبيعه مع الكيان الصهيوني المجرم، خرج آلاف المغاربة في مسيرات حاشدة بالعاصمة الرباط منددين بالتطبيع ومطالبين بإلغاء جميع اتفاقية الخيانة التي أبرمت ضد إرادة الشعب، اتفاقيات لم تجلب غير الخزي والعار. تحية الشعب الفلسطيني على صموده وإسقاط التطبيع. التطبيع الذي يشكل خنجر مسموم ليس فقط في ظهر القضية الفلسطينية ولكن أيضا في صدر المغرب. نحن عنواننا اليوم وكما كل يوم إسقاط التطبيع دفاعا عن الوطن المغرب وعن قضاينا الوطنية التي تم تلويتها بالتطبيع. في هذه المسيرة التي خرج فيها الشعب المغربي بكافة مكوناته أمام ساحة البرلمان، التي كانت هذه المسيرة شعارها رفع فيها عدة شعارات ولكن كان شعارها الأساسي وهو إسقاط التطبيع وتجريم التطبيع ومحاسبة المطبعين، وأن الشعب المغربي رافدا للتطبيع ورافدا للخيانة. المسيرات الشعبية المتواصلة رغم القمع المخزني الذي يتصاعد يوما بعد يوم تعد نتيجة استفتاء شعبي رافض لسياسة النظام المغربي، وهو ما تؤكده البيانات الصادرة عن الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية المشددة على ضرورة غلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط. مسيرة اليوم هي من أجل إيصال الرسالة إلى كل من يهمه الأمر لنقول ونجدد القول فيما صرخنا فيه وبحت حناجر الشعب المغربي بأنه يجب الإسراع في إسقاط التطبيع والإسراع في إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني. لا يزال أحرار المغرب متمسكين بمطلب إسقاط التطبيع مهما كان الثمن. ونختم نشرة بفعالية المهرجان الوطني للمسرح المحترف، ومن ركح المسرح الوطني محي الدين بشطرزي كان الجمهور على موعد مع مسرحية استراحة المهرجين من إنتاج مسرح قسنطين الجهوي. عرض سيكودرامي سلط الضوء على جانب من جوانب غطرسة الاستعمار الفرنسي. لتلفزيون هند الشرفي. استراحة المهرجين مسرحية عالج من خلالها الممثلون ظاهرة تعذيب الإنسان للإنسان في قالب بسيكودرامي سلط الضوء على الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر. المسرح قدمت لنا مشاهد تاع مهرجين اللي كانوا يريبيتيو سرعان ما تحولوا إلى أدوات للتعذيب للمجاهد. المسرحية نقلت لنا من خلال الجانر التياترال اللي هو مسرح القسوة، نقلت لنا مشاهد سادية اللي كانت تمارسها فرنسا والاستعمار الغاشم ضد الجزائريين. عجبني ليدي، عجبني الكونسيبت، ومام لا سينوغرافي تاع سبيكتاكل كانت تخليك تشوف العرض مسرحي بطريقة سينمائية، إضاءة، إخراج، نقول لهم يعطيهم صحة لي كوميديان. فيها رسائل، فيها محتوى، وشي طبيعي أن الجمهور يشوفوه جاب بكثرة باش يحضر يشوف العرض.
صراع درامي جسدته شخصيات المسرحية في صورة فنية تظهر دوافع نفسيات الجلادين للقيام بالتعذيب. صوتي خليكم منو في أرواحكم هو كشكل مسرحي on a opté pour le théâtre pauvre. C'était clair. Pourquoi? Parce que le texte يعري الشخصيات. Donc, لو كان ندير لها كاش ديكور ولا حاجة أنا أسيء إلى النص من حيث ولا أشعر. استراحة المهرجين عرض مسرحي يضاف إلى العروض المسرحية التي تستقطب أهل الفن الرابع طيلة فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف. نشرتنا تمت مشاهدينا، يومكم موفق والسلام عليكم.